بجماعة بن فرسن جهة تازة تعد تربية النحل وإنتاج العسل واحدة من بين الأنشطة الفلاحية التي تزخر بها المنطقة، نشاط فلاحي تدعمه بنية جغرافية وغطاء غابوي كثيف يوفر المرعى لمربي النحل. ننتج طبيعي الحمد لله، لأنه الحمد لله هذه المنطقة غنية بالمواد بالزهور بالكاليبتوس الخروب، وهناك نباتات متنوعة. الحمد لله المنتوج هذا المنطقة هذا طبيعي جد طبيعي، وفيه واحد الأعشاب تقريبا طبية. أعشاب طبية وفيرة جادت بعسل متعدد شرابه على الفلاحين، لكن إكراهات التسويق كانت لهم بالمرصاد، ولطالما ظلت قناني العسل كاسدة في رفوف التعاونية الفلاحية. الثانية ديال النحل زوينة، أنك تشرف الناس مع الناس من معرفة زوينة، وكذا كتلقى مع ناس مزيانين. كاين مشكل ديال التسويق شي شوية، كيبقى العسل هكذا، ما كاينش كليان اللي كان اللي يبيع له العسل هكذا ولا هذا، ما كيبقى هنا كيبقى كله هنايا. كنتجو 300 لتر ديال العسل، كنطلبوا من الفلاحة نشاركوا في المعارض باش يساعدونا في البيع هذا المنتوج. إلى جانب تربية النحل، جماعة بن فرسن تزخر بأنشطة فلاحية أخرى كإنتاج زيت الزيتون وتسمين الأبقار بالطرق العصرية، بنية فلاحية تؤهل المنطقة للانخراط بامتياز في مخطط المغرب الأخضر.